من أهم مشاكل الشباب مشكلة الجنس كما أشرنا، ومشكلة الجنس الحقيقة لها أبعاد، أهمها الغزو الثقافي. سبب حقيقي في هذه المشكلة الغزو الثقافي. هناك حرب تشن على وعي الشباب، هناك حرب تشن على عفة الشباب من خلال وسائل الإعلام مثلا. ففي وسائل الإعلام آلاف البرامج التي تثير الجنس عند الشباب، آلاف الصور في كل يوم التي تثير مشكلة الجنس عند الشباب. وهذه الوسائل يعني تكاد تكون همها الأول هو حرف الشباب، همها الأول جعل الشباب منحرفين جنسيا وتفكيرهم خاطئ من الناحية الجنسية. كذلك من أسباب هذه المشكلة العلمانيين والحداثيين من المنتسبين للإسلام الذين يصورون أن الجنس يجب أن يكون منفتحاً، الجنس يجب أن يكون مثل حياة الغربيين، أن حياة الغربيين ما أنتجت لهم مشاكل، وبالعكس هم يعيشون حياة ملؤها الراحة والحرية والكذا، هكذا يصورون لشبابنا، فيطعنون الشباب في وعيهم ويحرفون تفكيرهم ويزيلون لهم عفتهم، يمحون العفة من حياتهم. وهذا لا شك له أثر كبير في ماذا؟ في حرف تفكير الشباب وفي إزالة عفتهم وفي إلغاء العفة من حياتهم، مع أن العفة قيمة الحقيقة يكتسبها الشاب في بيته في العادة، وغالب بيوت المسلمين فيها هذه القيمة موجودة. يعني معظم بيوت المسلمين قيمة العفة فيها قيمة أساسية، معظم البيوت يعني نسبة 90% أو أكثر، حتى في البيوت التي ليس فيها التزام ديني كبير لكن بسبب كونه مسلم في عفة. يعني أحياناً لا يوجد ثبات على الصلاة، لا يوجد حجاب بشكل جيد مثلاً في البيت، لا يوجد كذا، لكن مع ذلك هناك عفة. يعني عفة تقول للبنت لا عيب تلبسي بهذه الطريقة، لازم ما تعملي كذا أمام الغرباء، انتبهي على نفسك في المكان الفلاني، إذا ذهبتي إلى هذا المكان انتبهي لنفسك مثلا. فهناك عفة أصلا موجودة في تربيتنا وفي ثقافتنا الإسلامية، كلنا موجودة عندنا، حتى المتفلتين، حتى الذين ليس عندهم تدين كامل أو تدين حقيقي، مع ذلك عندهم عفة. لكن وسائل الإعلام المعاصرة تضرب العفة الموجودة عند الأسر المسلمة في مقتل، فتصيبها والحقيقة تؤثر كثيراً في عفة المسلمين بشكل عام، الرجال والنساء. العفة ليست قاصرة على النساء، لكن نعم العفة تعرف أكثر عند النساء أو موجودة أكثر عند النساء، تظهر أكثر عند النساء، لكن يجب أن تكون موجودة في الرجل والمرأة. التعفف، عدم الرضا بالانحدار إلى يعني الرذيلة، هذا موجود عند الرجال وعند النساء، ويجب أن يكون موجوداً أصلاً عند الرجال وعند النساء. إذن العلمانيين والحداثيين من المنتسبين للإسلام يشنون حرباً على وعي الشباب وعلى عفة الشباب. كذلك العالم الغربي الذي يصور الانفلات على أنه سبب الحضارة والتقدم. طبعاً هذا الكلام العالم الغربي يصور ويحاول دائما أن يجعل التفلت هو معيار للحضارة وليس فقط سبب لها، معيار. يعني إذا أردت أن تعرف هل هؤلاء، هذه العائلة، هذا المجتمع، هذه الدولة، هل هي متحضرة أم لا، فانظر إلى ماذا؟ إلى مدى تفلتها. هل هي متفلتة كثيراً؟ إذن هي متحضرة. هل هي ليست متفلتة؟ إذن هي ليست متحضرة. وطبعاً هذا المقياس خاطئ بكل التفاصيل، ما ممكن أحد في العالم يربط بشكل حقيقي، بشكل واقعي، يعني ما بدنا الكلام اللي يقال في وسائل الإعلام في الحقيقة. هل هناك عاقل في العالم يربط التقدم بالإنفلات؟ أبداً هذا ليس موجوداً، لا يوجد عاقل في العالم يربط
التقدم بالانفلات، بل التقدم جزء منه الانضباط. يعني سبب التقدم الحقيقي هو الانضباط. ولذلك يعني أحيانا الإنسان يستغرب أنه كيف النساء أحيانا يضحك عليهن فيقال لهن إن الحجاب هو سبب للتخلف أو هو رمز للتخلف. طبعا هذا الكلام يعني لا يلقى أذنا صاغية عند المسلمات والمتدينات وكذا، لكن مع هذا هو يؤثر فيهن بشكل أو بآخر، هو يؤثر. وليس كما يظن بعض الناس أنه لا تأثير له أصلا، يعني هو يؤثر. لكن أنا أسأل، هل هناك وظيفة في العالم يشترط لها أن تكون المرأة ليست محجبة؟ يعني يشترط لها، ما قصدي من قبل الموظف، ما قصدي صاحب الشركة، لأنه في كثير من الوظائف صاحب الشركة يقول أنا لا أريد امرأة محجبة، هذا شيء آخر. لكن أنا أقول، هل هناك وظيفة في العالم من معاييرها أن لا يغطى الرأس؟ أبداً، لا يوجد أي وظيفة في العالم. طيب هل يوجد وظائف في العالم من معاييرها أن يغطى الرأس؟ نعم، هناك عشرات الوظائف في العالم التي توجب تغطية الرأس، بل وتكميم الأنف والفم، مو بس تغطية الرأس. هل يسمح لمريض أو لطبيب يدخل إلى غرفة العمليات أو لممرض إلا وهو مغطي رأسه ومكمم وجهه وأنفه؟ كله بيجي مغطي رأسه ومغطي أنفه ووجهه حتى يسمح له بالدخول إلى غرفة العمليات. طيب هذا مثال. هل يسمح للمهندس أنه يشتغل في أعمال البناء أو للعامل العادي إلا وهو يلبس على رأسه طاقية؟ لا يسمح. هل يسمح لمن يعمل في مختبرات إلا يغطي رأسه ووجهه؟ لا يسمح. هل يسمح لمن يشتغل في مخبز إلا يغطي رأسه ووجهه كمان في بعض المخابز، لكن الرأس هي محل اتفاق يغطي شعره؟ أبدا، يجب عليه أن يغطي. طيب قائد دراجة نارية لا يسمح له إلا يغطي رأسه. طيب إذا كان هناك عشرات المهن التي يقولون إن من شروطها أن يغطي الرأس، وليست هناك ولا مهنة في العالم من شروطها ألا يغطي الرأس، إذن أي الأمرين أقرب للعملية؟ يعني أنه شيء عملي، شيء مطلوب في العمل، أي الأمرين أقرب؟ هل تغطية الرأس أم عدم تغطية؟ الواضح تماماً أنه تغطية الرأس هي الأقرب للعملية. يعني أنت إذا مغطي رأسك مسموح لك تلقائياً أنك تفوت إلى العمليات، مسموح لك تلقائياً أنك تفوت على مشروع صناعي، مسموح لك تلقائياً أنك تفوت على مختبر طبي، مسموح لك تلقائياً أنك تفوت على مطعم، على مطبخ مطعم، مسموح لك كذا. ليش؟ لأنك أنت مغطي رأسك. فتغطية الرأس أساس للعمل، لكثير من الأعمال، على عكس ما يصور أنه لا، التقدم والعمل والعلم يحتاج إلى عدم تغطية الرأس. وتغطية الرأس فيها إشكال في العمل، وهي دليل على التخلف، هكذا يقولون. حقاً، في طيار في الدنيا طيار بيركب طيارته بدون ما يغطي رأسه؟ في عسكري بيطلع للقتال بدون ما يحط خوذة؟ في راكب بمركبة فضائية بيطلع فيها بدون ما يغطي جسمه كله ورأسه وفمه ووجهه وكذا؟ ليش؟ طيب إذا كان اللي بده يطلع للفضاء لازم يغطي رأسه، لماذا نجبره إذا أراد أن يعمل في مختبر أو يعمل في كذا أو يدرس في جامعة أو يشتغل في كذا نجبره على كشف الرأس؟ من وين هذا النظام؟ لماذا هذا التداخل بين الأمرين؟ لماذا يربطون كثيرا بين التقدم والحضارة وبين كشف الرأس والوجه؟ بل الواقع يقول بالعكس، الواقع يقول أن هناك ارتباطا بين الحضارة وبين تغطية الرأس، فكلما كانت الأمة أكثر تحضرا كانت أكثر تغطية لرأسها. تعرفوا باليابان من العادات الاجتماعية المشهورة جدا، وهي عادة اجتماعية، عادة صحية، سميها ما شئت، تغطية الوجه. تجد الناس، لو شفت أي نشرة أخبار فيها خبر عن اليابان بتلاقي الناس ماشيين بالشوارع وشو عاملين؟ لابسين كمامات على وجوههم. هذا ما له إشكال، وليس جريمة، وليس إرهابا،
لكن إذا مسلمين لبسوا كمامات على وجههم هذه جريمة وهذا إرهاب. هذا التناقض في العالم اليوم تناقض مشين، تناقض صارخ، تناقض غير منطقي أبداً. ما علاقة هذا بهذا؟ ما علاقة التقدم والحضارة بتغطية الوجه وتغطية الرأس؟ ما علاقتها؟ بيقولوا لك لا، هذا قيود للمرأة، المرأة لا تستطيع أن تعمل إذا كشف، إذا غطت وجهها، والمرأة لا تستطيع أن تعمل إذا غطت شعرها، والمرأة لا تستطيع أن تعمل إذا مين قال قيود للمرأة؟ القيود للمرأة أن تقيدها بما تريده أنت منها. أنت تريدها أن تكشف شعرها مشان تتفرج على شعرها، أنت تريدها أن تكشف وجهها من أجل أن تتفرج على وجهها، أنت تريد هذا. لكن ليس الذي يريد هذا هو عقلك، إنما الذي يريده هو غريزتك، هو الذي يريد للمرأة أن تكشف شعرها ووجهها وجسمها وكذا. ولذلك هذا استغلال للمرأة، وهذا إجبار للمرأة على ما لا تريده هي. لماذا نصنع هذا الأمر ونصور لها أنه هذا هو الأمر الطبيعي وهذا هو المنطق، أنه والله كلما زادت التكشف كلما زادت الحضارة؟ مين قال هذا؟ طيب أيهما أكثر حضارة؟ هل هو الإنسان أم الحيوان؟ من المتكشف ومن المتستر؟ أيهما أكثر حضارة؟ الرجل ذو المكانة والعالم والقائد ورئيس الدولة وكذا، ولا الرجل الفقير اللي ما عنده كذا؟ من الذي يظهر دائما في أحلى هيئة وفي أتمها ويلبس طبقات على جسمه؟ من؟ هل هو المبتذل؟ المبتذل؟ الولد الصغير؟ أم الذي يلبس الطبقات على جسمه ويكثر ملابس ويستر كل جسمه هو العالم والقائد بكل تأكيد، بكل تأكيد إن المكانة العلمية، المكانة الاجتماعية، المكانة السياسية تجبر صاحبها على التستر، التستر مو التهتك. مذيعات الأخبار لسنا كمذيعات برامج الغناء. لماذا؟ لأن مذيعات الأخبار مكانتهن أعلى من مكانة مذيعة برامج الغناء، ولذلك برامج الغناء لو تكشفت شوي عادي، لكن مذيعة الأخبار ليس من المناسب أن تتكشف. بالعكس، معظم القنوات التي تحترم نفسها تحرص أن تكون مذيعة الأخبار متسترة، تحرص أن تكون مذيعة الأخبار تلبس لباس رسمي، بدلة وطقم وكذا. ما بتسمح لمذيعة أخبار تلبس بنطلون جينز وبلوزة مكشوفة الصدر أو مكشوفة اليدين وتطلع تلقي نشرة الأخبار، إلا في القنوات التي لا تحترم نفسها، هذا شيء آخر. ما في وزير بيطلع بيروح على الوزارة لابس شورت وقميص شيال الذي ليس له أكمام أو حتى بنصفكم، هذا ما يفعله وزير. وزير بيعمله برحلة سياحية بيعمله لكن ما بيعمله في الوزارة. في الوزارة بتلاقي لابس طقم وبدلة وجرافة ومظبط أموره وما ينقصه شيء. ليش؟ لأنه كثرة الستر تدل على المكانة الاجتماعية. ولذلك الإسلام حين أمر المرأة بالستر وحثها على العفة وصور لها الانفلات على أنه سبب للتخلف، ليس كما يصور الغربيين بالعكس أنه الانفلات هو سبب الحضارة، لا بالعكس تماما، الانفلات هو سبب التخلف. والحضارة الحقيقية متى؟ في من يتستر أكثر. مثل ما قلنا، كل وظيفة من الوظائف المحترمة يطلب لها غطاء رأس، لازم تغطي رأسك، وأحيانا بخوذة حديد وأحيانا بخوذة بلاستيك، لكن يجب أن تغطي رأسك حتى يتحقق ماذا؟ حتى يتحقق الستر الذي تتأدى معه الأعمال بصورة أفضل. إذا العالم الغربي الذي يصور الانفلات على أنه سبب للحضارة والتقدم هو سبب مهم من أسباب الحرب على وعي الشباب وعلى عفتهم وعلى نفسيتهم التي هي ينبغي أن تكون منضبطة بأحكام الشرع. ما هو الحل؟ الحقيقة الحل هو الوعي الثقافي بجمال الدين وحسن معالجته الأمور كلها. يعني أنا لما أتكلم عن غزو ثقافي، الغزو الثقافي أكبر من قضية الجنس وأكبر من قضية الحجاب. الغزو الثقافي موجود في كل أنواع يعني كل أبواب الحياة، في عندنا غزو ثقافي، غزو ثقافي اجتماعي وغزو ثقافي متعلق بالجانب السياسي وغزو ثقافي متعلق كله فيه. يعني هذا ليس فقط في هذه الحالة، لكن هو
يظهر أكثر من غيره في هذه الحالة، في حالة الجنس وفي حالة المشاكل المتعلقة بالشباب عموماً.